اليوم المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء تنقلنا إلى ولاية طارق في وفد من إطارات ومناضلي المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة لنقدم العزاء لضحايا الحرائق، وكذلك قمنا بزيارة إلى المستشفى للضحايا الذين ما زالوا في المستشفى. في هذه المناسبة الأليمة نتقدم بالتعازي الخالصة لكل ضحايا ولاية طارق ضحايا الحرائق، ونقدر الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لمن ما زالوا في المستشفى. واليوم لهذه الزيارة أردنا أن نعبر عن ألمنا وكذلك تضامننا مع إخواننا في ولاية طارق.